هلو جريد 2، درسنا اليوم رح يكون order of numbers up to 69. لما بنحكي عن order يعني ترتيب. طيب لنتعلم اكثر رح نعمل exercises. منبلش exercise 1، write the number then complete by using the sign very big or very small. طيب رح نكتب النمبر بالاول وبعدين نحط sign. طيب منبلش منعد من ال ones. How many ones we have? One. وهون 1 2 3 4. 41. طيب هون منبلش نعد ال ones. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 بال ones. طيب وبال tens 1 2 3 4 also 4. 49. طيب لنعمل comparing نطلع أول شيء على الـ class of tens. الكلاس اوف تنس. طيب هون 4 وهون 4 نفس الشيء، ما فيني اعرف شيء. بنتقل على الكلاس اللي بعدها كلاس اوف وانز. طيب عندنا هون 1 وهون 9. شو بنلاحظ؟ ال1 از سمولر ذان 9. بما انه ال1 از سمولر ذان 9 يعني ال41 كلها از سمولر ذان 49. يا ربي. وهيك منسكر الإشارة على الصغير ومنفتحها على الكبير. منفتح تمّل الإشارة على الكبير. طيب اللي بعده 19 و 49. مثل ما اتفقنا منبلش بالكلاس of tens بالأول. هون عندي 1 وهون عندي 4. ال 1 أصغر من ال 4 is smaller than 4. دغري مننهيها يعني 19 is smaller than 49. كمان منسكر تم الإشارة على الصغير ونفتح تم على الكبير. طيب البعدة 43 و 36. كمان class of 10 بالأول. هوني 4 وهوني 3. 4 is bigger than 3 يعني دغري 43 is bigger than 36. نفتح تم الإشارة على الكبير، نفتح تم على الكبير. طيب هاي مين؟ ننتقل للإكزرسايز 2. circle the smallest number. شو يعني smallest؟ الأصغر. circle the smallest number. طيب بنطلع 39 و 36 الكلاس of 10 3 ب 3 ما بنقدر نعرف شيء. الكلاس of 1 9 و 6. 9 is bigger than 6 يعني 39 is bigger than 36 يعني مين the smallest؟ 36. نعمل له سيركل. سيركل يعني حوك. طيب اللي بعده 52 و 42. بنطلع التين والتين هوني 5 هوني 4. مين الصغير؟ الفور. يعني مين ذا سمولست؟ ال 42 كلها هي ذا سمولست. نعمل له سيركل. طيب اللي بعده هالمرة سيركل ذا جريتر نمبر. ذا جريتر شو يعني جريتر؟ الأكبر. طيب عن 41 و 49. طيب نطلع على الكلاس of 10 4 و 4 ما بنقدر نعرف شيء نفسه. ننتقل للكلاس of 1 هوني 1 وهون 9. مين الكبير؟ هو is the greater 9 يعني 49 هي the greater. نعمل له circle. طيب اللي بعده 45 و 55. نطلع هوني 5 وهوني 4. مين the greater؟ ال 5 هي الكبيرة. So 55 هي greater than 45. كمان بنعمل لها circle. من الصعبين. يلا آخر سؤال. write the number that is between the two given number. يعني بدنا نكتب النمبر اللي بيجي بين هول اثنين نمبر اللي عاطينا اياهم. طيب نقرا 25 و 27. شو في بيناتهم؟ نتذكر انا وعماد 25 26 27. يعني شو النمبر اللي بيناتهم؟ 26. مثل ما قلنا كاننا عم نعد 25 26 27. احنا يعني هون شو بيكون النمبر؟ 41 42
243 يعني النمبر هو 42. بقعد بعمل كاونتينج من الصعبة بالمرة. وهيك بيكون خلص درسنا، بتمنى تكونوا استفدتوا.